خوت الرئيس قولوا له جاوب اللي عندك 59 جاوب هو شاقصد هو طلعنا عنه بعدكم الحكي يا استاذ عيط في الراديو عيط اعطيهم من نمره جاوب الباطل اللي طلعت جاوب الرئيس ايش يعطيني جاب عندكم في عام 59 140 سلام يجلس عندك يدير شي واحد أرى عائلة هنا يا قلهم بزاف هنا يا جوعة تقول روح أعطيهم النوامة يا الصلاة على النبي 48 تعود وخمسين وعدونا شلال حد والدين عيطوا باريخة رأيي رب باريخة هدروا مع باريخة جيتفو رب باريخة جيزة فتر ما هو طلع نعمة هو مهواجة نعمة ماشي احنا مشينا نعمة لا يا اخي ومع عائلة بيمشوا شحال هنا يا اكثر من خمسة أو ما بقي عايش معنا أنا وما هنايا ساكن علينا الحمد والدي